حياكم الله مشاهدي برنامج عالم الصحافة في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، الحلقة الأخيرة قبل التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يتجدد اللقاء بعد استئناف العمل وانتهاء إجازة العيد. نرحب بكم مشاهدينا من خلال هذا البرنامج، تحية طيبة مني أنا بندر الشهري محدثكم ومقدم البرنامج ورئيس التحريمات البلوي وكل الزملاء في الكنترول. في حلقتنا اليوم مجموعة من الأخبار والموضوعات والعناوين. اليوم فجع الوسط الرياضي بوفاة رئيس نادي الاتحاد السعودي الأستاذ القدير أحمد مسعود بعد أزمة قلبية تعرض لها في معسكر تركيا. نقدم التعازي لأسرته ولكل الرياضيين. رحمك الله يا أبا عمر، رحمك الله يا صاحب القلب النقي والسيرة العطرة، برحيلك طويت صفحة من صفحات الصدق والإخلاص والنزاهة. كل التعازي لكل الاتحاديين ولكل الوسط الرياضي. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بالمنشط الرئيس. في صحيفة الميدان الحديث عن المنتخب السعودي والمنشط الرئيس اليوم في ملحق الميدان لصحيفة اليوم، نبيها الليلة. منها إلى صحيفة عكاظ كتبت هذا العنوان الكبير: همتكم يا عيال الديرة. في الرياضية أيضا حول الأخضر السعودي في بداية الطريق، ولعها يا الأخضر حريق. صحيفة النادي تناشد الصقور الخضر: تكفون هاتوها. هذه هي المانشيتات الرئيسة التي جاءت في الصحف الرياضية لهذا اليوم. طبعا كلها تحدثت عن الأخضر السعودي وكلها فرضت المساحات كاملة للأخضر السعودي والوقوف بجانبه ومساندته أمام المنتخب التايلندي هذا المساء في الدرة في ملعب الملك فهد الدولي في 9:45 مساء. هي دعوة نوجهها لكافة الجماهير السعودية لحضور ومؤازرة ومساندة الأخضر السعودي في بداية الطريق. أرحب بضيفي عالم الصحافة الكابتن سلطان خميس المدرب الوطني القدير ومدرب نادي الرياض، حياك الله أبو راشد. الله يحييك، امسي عليك اخوي بندر ومسي على المشاهدين الكرام وفريق العمل. الله يحييك ابو راشد. ان شاء الله ينضمنا في الدقائق القادمه الاستاذ حسين الشريف الاعلامي الرياضي المعروف. طبعا اليوم في عناوين الرئيسه قبل استعراضها اصدر نادي الاتحاد بيان جاء بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس إدارة نادي الاتحاد وأعضاء شرفه وكافة منسوبي النادي وجماهيره رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد عمر مسعود يرحمه الله الذي وافته المنية صباح اليوم في تركيا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان هذا البيان الصادر من المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بعد تلقيهم خبر وفاة الأستاذ أحمد عمر مسعود رئيس نادي الاتحاد بعد تعرضه لأزمة قلبية
في معسكر الفريق هناك في العاصمة التركية اسطنبول. حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ القدير عادل عصام الدين المشرف على المركز الإعلامي بنادي الاتحاد. أبو لما مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا بندر، حياكم الله. عظم الله أجركم يا أبو لما، تعازينا لكم كاتحاديين ولكل الجماهير السعودية. جزاك الله خير. الله يرحم الأستاذ أحمد مسعود، وطبعا حر التعازي لأسرته أولا وللأسرة الاتحادية ولكافة الجماهير الرياضية والمحبين. وطبعا حقيقة فجيعة بالنسبة لرحيل الأستاذ أحمد مسعود رئيس النادي، لأن كنت متواصل معه يعني خلال الأيام الماضية. وسبحان الله في النهاية يعني الكذب المكتوب، معسكر كان ممكن يكون في إسبانيا بعدين يتحول إلى تركيا، فقضى الله وقدره ولله الحمد. نعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة كبيرة للأستاذ أحمد مسعود، شهرين كاملين في النادي. يعني الحقيقة رجل كان أخ بندر، يعني شوف هو راح في معسكر، لكن هو كان معسكر في نادي الاتحاد، يعني فريق القدم معسكر في تركيا، بس هو كان معسكر على طول الوقت في نادي الاتحاد، الخمس الفروض أحيانا والثلاث الوجبات في النادي، وأنا كنت أحيانا في بعض الأحيان أتناول معه الوجبات. الله يرحمه ويسكن الجنة ويرحم أموات المسلمين. نعم. طيب أبو لما، هل كان هناك بوادر أو مؤشرات إلى تعرضه إلى إرهاق أو تعب قبل ما يتعرض لأزمة قلبية، أم أنها كانت مفاجأة من دون أي مؤشرات سبقتها؟ لا أبداً، ما في أي مؤشرات، بدليل أنه إحنا طبعاً في المركز الإعلامي يومياً كنا بننشر طبعاً صور المعسكر. وهو الله يرحمه كان حتى يعني حريص أنه يتواجد مع اللاعبين باستمرار، سواء داخل الملعب أو حتى في الصالة الرياضية. يعني حتى بالنسبة له، أنا يمكن من النادر أنك أنت تشوف رئيس نادي يعني بيلعب مع اللاعبين أو يؤدي التمرينات الرياضية داخل الصالة الرياضية. نعم. صالة الحديد، وهذه أيضا من النوادر، وكان بشكل يومي، والصورة كانت تنزل بشكل يومي. أمس طبعا كان ما في نشاط رياضي، ما في تمرين، وراح نادي التركي عشان مباراة يوم السبت، وسلم طبعا آخر صورتين نزلناها له كان مع رئيس النادي لإجراء المباراة الودية. نعم. هذا كان آخر نشاط له البارح طبعا، لأن أمس ما كان فيه تمرين. بس إحنا الآن طبعا بصدد، قبل شوية خارج من النادي. نعم. طبعا بوجود نائب الرئيس الأستاذ حاتم باعش، المهندس حاتم باعش، والدكتور توفيق رحيمي، والدكتور أحمد السقاف، والأستاذ عبد الله الشرف طبعا المفاوض، كلهم موجودين. خرجنا قبل شوية لأنه عشان طبعا متابعة إجراءات ترتيبات طبعا بالنسبة للجثمان وصول الجثمان. إحنا متابعين أول بأول، وبعدين لا تنسى الفريق المعسكر هناك طبعا يلغى المعسكر ويجي، ولكن في مشكلة الآن. نعم. بسبب ظروف الحج، وبسبب طبعا أيضا حتى الإجازات، العودة طبعا كان محدد لها يوم، العودة الآن إجراءات الفريق بالذات تحديدا. نعم. طبعا هذا أمر شوية صعب، لكن احنا نواصل الان بالنسبه لموعد وصول الجثمان وتحديد موعد الدفن باذن الله تعالى. يعني معسكر الاتحادي بيلغى؟ اكيد. نعم. أكيد طبعا حيلغى، لكن زي ما قلت لك الان في مشكله بالنسبه للحجوزات. طبعا بالنسبه للجثمان في طائره خاصه ان شاء الله تعالى، لكن انا ما نعرف، احنا كان في المهندس حاتم باعش المتواصل الى الين قبل شويه وخروجي من النادي. نعم. فيما يتعلق بالنسبة للاعبين ووصولهم، يعني هل يصلوا على دفعات؟ إلى الآن ما تحدد شيء بهذا الخصوص، لكن نعم. إحنا متواصلين معهم. نعم. الله يرحمه أبو لما، أنقذ الاتحاد، لم شمل الاتحاديين، لاحظنا كيف كان هناك تكاتف من كل الأطياف الاتحادية حوله. أكيد هو كان رجل المرحلة، يعني ترى بالنسبة للأستاذ أحمد مسعود جاء وما هو صغير في السن، يعني تعرف أنت رجل، أنا أعتبر واحد رموز النادي اللي شال أو حمل كؤوس، وهو لاعب وهو رئيس نادي. يعني ترى أنت تتحدث عن رئيس حقق 9 بطولات وبطولات كبيرة، وبالتالي نعم. يعني هذا الطموح تحقيق بطولات أخرى طبعا يمكن ما كان يفكر فيها، لكن هو جاء كرجل إنقاذ ورجل مرحلة. طبعا هذا تطلب منه الحقيقة، أنا يعني كنت يوميا قريب في النادي، إذا كنت أشوفه طبعا شيء
مختلف تماما عن أي مسؤول أنا تعاملت معه، وكل الناس كانوا يشهدوا حتى الإعلاميين أنه رجل كان معسكر فعلا مقيم في نادي الاتحاد، يعني إقامة دائمة في نادي الاتحاد في شهرين أو ثلاثة شهور اللي مضت. وطبعا تعرف أنت بذل جهد خارق خاصة فيما يتعلق بتسديد الديون، وهذا أمر ما كان أبدا بالأمر اليسير. نعم. وإلى حتى آخر لحظة وهو في تركيا كان يتحدث عن هذا الأمر، كان شايل هموم تسديد الديون. وبعدين كان يأتي طبعا الجانب الفني، فتصور في مرحلة كان هو رئيس النادي وهو مسؤول عن فريق الكرة، وهذا يعني طبعا أكيد كان يستنزف كثير من الجهد صح. والوقت الله يرحمه ويسكر صحيح. طبعا هذا في النهاية القدر والمكتوب، وإحنا طبعا يعني نعم. أكيد نؤمن بهذا الشيء، ولكن يجب طبعا هذا الشيء مؤكد خسارة كبيرة بالنسبة لأخينا الأستاذ أحمد مسعود، بالنسبة للنادي وأيضا لكرة القدم وللرياضة السعودية. نعم. والله عين طبعا بالنسبة للنادي يعني أكيد الآن الميزة أنه مجلس الإدارة الآن طبعا هم أكيد كانوا على طول، لأنه مجلس إدارة تعرف كان منسجم مع بعض وكذا، فإن شاء الله تعالى يواصلوا المهمة بنفس الأعضاء الموجودة. نعم. أخيرا أبو لما، من سيستلم دفة الأمور في إدارة النادي الفترة المقبلة؟ الآن طبعا مهندس حاتم بعشر هو نائب الرئيس. نعم. وطبعا أمس كان هو متواصل معه، يمكن قعدوا ساعتين ويتكلموا بالتلفون، طبعا يوميا في تواصل بين المهندس حاتم وأحمد مسعود الله يرحمه. نعم. قبل شوية بتكلم مع الأخ حاتم كأنه يعني يقول لي سبحان الله، تعرف أنت أحيانا اللي توفى كأنه بيوصي على النادي، يعني كأنه هو نائب الرئيس. فأنا أشوف طبعا الأخ حاتم الأقدر، وطبعا افضل من يتولى المهمه في الوقت الحاضر. نعم. انا اتوقع انه هو حاتم باعش يواصل ان شاء الله تعالى. نعم. شكرا لك ابو لما، تعازينا لكم كاتحاديين وكل الجماهير السعوديه والاسر الرياضيه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا للاستاذ عادل عصام الدين المشرف على المركز الاعلامي بنادي الاتحاد، متحدثا ومعلقا عن وفاه رئيس نادي الاتحاد الاستاذ احمد عمر مسعود، وأن الفترة المقبلة سيقود نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن. الأقرب هو المهندس حاتم باعشن لقيادة الإدارة الاتحادية الفترة المقبلة. أبو راشد أسمع تعليقك طبعا، والتعازي موصولة لك ولكل المشاهدين لكل الجماهير الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نعزي أنفسنا ونعزي الجماهير السعودية والرياضية وجماهير نادي الاتحاد وأسرة الفقيد رحمه الله الأستاذ أحمد مسعود، الرجل التقي النقي صراحة اللي أحبه الجميع واحترمه الجميع عن بعد. شوف أنا ماني قريب منه ولا أعرف المعرفة المباشرة، ولكن الرجل أعماله وذكرى الطيب يعني توصل للجميع. وما لنا الآن ما نملك إلا أن ندعي له ونقول الله يغفر له، هذا قدر وطريق الكل سيسير فيه. نعم. من جدة نرحب بالأستاذ حسين الشريف الناقد الرياضي المعروف، إذا كان جاهز. أبو خالد مساء الخير. ما جاهز؟ طيب ناخذ العناوين الرئيسة لحلقتنا لهذا اليوم، طبعا أغلبها عن المنتخب السعودي والمشاركة أو المباراة المهمة، البداية المهمة أمام منتخب تايلاند في المنعطف الهام. نبدأ مع صحيفة البلاد. في افتتاحية منافسات التصفيات النهائية لكأس العالم، الأخضر يواجه تايلاند بالدرة، والساموراي يلتقي الإمارات، والكنغر يلتقي أسود الرافدين. من البلاد إلى الشرق الأوسط، مارفك منزعج من الإصابات، مدرب تايلند نريد نقطة فقط، عبد الله بن مساعد يلتقي بلاعبي الأخضر ويؤكد واثق من قدرتكم على بلوغ كأس العالم. في اليوم وملحقها الميدان، حافلات لنقل جماهير من الشرقية والقصيم والدرعية، زحف جماهيري منتظر لمؤازرة الأخضر في الرياض.
إلى عكاظ وقف على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بن مساعد. ننتظر نتائج التحقيقات الاتحاد مع بخاري، ولكل حادث حديث. في الأهلي في صحيفة مكة: الزويهري يستقيل بسبب شركاته، وفهد بن خالد يعود للأهلي. وإلى صحيفة الرياضية: حقق لقب البطولة الخليجية ويتوج باللقب غدا أمام قطر، الأخضر الشاب عانق السحاب. ارحب بي الزميل العزيز حسين الشريف الناقد الرياضي المعروف من جده وعبر الاقمار الاصطناعيه. ابو خالد مساء الخير. مساء الخير ومساء عليك اخوي بندر، ومساء على ضيفك الكبير الكابتن سلطان خميس، وعلى مشاهدين قناه الوطن وبرنامج عالم الصحافه. كل التعازي لكل الرياضيين وخاصه الاتحاديين، الاسره الاتحاديه. الله يرحمه ابو عمر، يعني ونعزي جميع الوسط الرياضي والاجتماعي في وفاة شخصية من الشخصيات يعني المميزة التي عرفت بالإنسانية وبالإدارية وبكل شيء. أبو عمر كان عنوان للصفاء والنقاء، وقبل ذلك كان عنوان للأخاء، وهو من خيرة من تعاملنا معه في الوسط الرياضي. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، يصبر أهله وذويه، يصبرنا جميعا في وفاة هذا الفقيد، فقيد الرياضة أحمد مسعود. نعم، والاتحادين التفوا من حوله أبو خالد ولا لا؟ نعم، أحمد سعود جميع التف من حوله، الاتحادين والأهلاويين والنصراويين والهيئة والإعلام، الجميع اتفق على أحمد مسعود، على خلق أحمد مسعود، على طيبة أحمد مسعود، وعلى كل ما يتمتع به هذا الرجل من صفات حميدة. حقيقة أحمد مسعود طوال فترة مسيرته الرياضية لم يصدر منه ما يعيبه، لا تصريح ولا تصرف، ولا كان أي عمل يقوم به أحمد سعود كان محل التقدير واحترام الجميع. في الفترة الأخيرة أحمد مسعود صراحة بعد عودته الأخيرة حضر لينقذ الاتحاد ورحل وهو داخل نادي الاتحاد. كانت الفترة الأخيرة الجميع شعر بالقرب والمحبة الكبيرة من قبل الجمهور ولاعبين وإعلام الاتحاد وأعضاء شرف الاتحاد حول هذا الرجل، وأيضا حتى التفاعل الإعلامي السعودي بشكل عام والتفاعل الرياضي كان هناك يعني ارتياح كبير بعودة هذا الرجل، لأن حقيقة في الفترة الماضية افتقدنا لشخصيات بحجم أحمد مسعود وبقيمة أحمد مسعود، وإن شاء الله نصبر أنفسنا في فقدانه اليوم بالفقدان يعني وانتقاله الى ربه، ان شاء الله ان يعوض دار خير من دار ويبدله اهل خير من اهله بحمد الله تعالى. واحمد السعود من الشخصيات اللي مؤثره جدا فينا كلنا يا حقيقه. نعم ابو خالد، انت كشخص قريب من الاتحادين، وش اللي اختلف في الفقيد احمد مسعود عن الرؤساء السابقين؟ احنا نعرف انه هو الرئيس الذهبي وهو من حقق المجد العظيم للاتحاد، وأثناء فترته الرئاسية الأولى أو الثانية كان هناك إنجازات كبيرة بالنسبة للاتحاد والرياضة السعودية من خلال نادي الاتحاد، لكن ما الذي اختلف عن رؤساء السابقين؟ يعني مواصفاته. أحمد مسعود رحمة الله عليه، اللي ربما كثير غير الاتحادي لا يعرفون أحمد مسعود، أحمد مسعود يعني من الشخصيات الصادقة مع أنفسهم قبل أن تكون صادقة مع الآخرين، وهذه ميزة كبيرة في أحمد مسعود. أحمد مسعود منذ أن يعني لعب في الاتحاد كان يعني مثال يحتذى به من جميع اللاعبين، كان في مسيرته كلاعب حقق إنجازات لنادي الاتحاد، مسيرته كإداري كان له دور كبير في التنظيم الإداري اللي حدث عام 1406 مع الدكتور عبد الفتاح ناظر، كان أحمد مسعود له بصمة كبيرة فيه. أحمد سعود بعد ذلك لما أصبح رئيس نادي ربي وفقه في مجلس إدارة جيد، وهو رجل يعني ذو حنكة ورجل يعني إداري من الطراز الأول، استطاع أن يلم الاتحادين في موسم واحد وأن يحقق بطولة، ثم عاد مرة أخرى في عام 99 ميلادي واستطاع أن يحقق الحقبة الأكبر في تاريخ هذا النادي الكبير نادي الاتحاد، وأن يضع اسمه كأفضل رئيس مر على نادي الاتحاد من حيث الإنجازات. والآن يعود أحمد مسعود في الفترة الماضية في أصعب الظروف التي تخلى عنها جميع الاتحاديين، لم يكن أحد يتوقع أن يحضر أحمد مسعود في هذه الظروف الصعبة وأن يقبل بدخول نادي الاتحاد.
أنا شخصيا يعني لي الشرف أن أكون آخر إعلامي عمل معه حوار صحفي وكان يتحدث عن هذا الاتحاد وعن شؤون الاتحاد. أنا أعرف كثير من الجوانب أحمد مسعود الشخصية. عندما ترشح وعندما ذهب الاتحادين لتنصيب رئيس للنادي كان في حديث بيني وبينه، قلت أبو عمر الفترة مين فترتك ومين المرحلة مين مرحلتك، وأخشى عليك أن يكون انعكاس سلبي وخصوصا هناك مترصدين لأحمد مسعود. فقال لي أنا أهم شيء الفترة الحالية أن يعود الاتحاد، أن ننقذ الاتحاد، فأنقذ الاتحاد أحمد مسعود لكنه ما أنقذ نفسه حقيقة وتوفى رحمة الله عليه. الجانب الآخر فأحمد مسعود كان يتحدث في فترة من الفترات قبل الرئاسة الأخيرة هذه عن مسألة الانشقاق الاتحادي، كان منضجر جدا منه. نعم. في الأسبوع قبل الماضي كان حديث بيني وبينه، كنت أعتب عليه أقول له كان مفترض يكون ظهورك الإعلامي الأول من خلال صحيفة عقاب، هو ظهر في قناة فضائية. فقال لي يا حسين أنا ظهرت في هذه الفترة لأني شعرت أن في البعض بيحاول يعمل هزة لنادي الاتحاد، فظهرت من ناحية القنوات الفضائية ربما تكون هي أكثر سرعة إيصال المعلومة أو الرسالة للاتحادين. لكن كان يقول أوعدك إن شاء الله بعد ما الوضع الاتحادي يتقدم يكون هناك حوار موسع مطول، ونبغى ندعو من خلال هذا الحوار ونبعد عن كل ما يثير الانقسام الاتحادي. نعم. في فترة من فترات أيضا أحمد مسعود كان منزعج من مسألة لما كان هناك المعايد الاتحادية في عيد شوال الماضي. كان منزعج من رد من بعض الردود الإعلامية اللي يعني فسرت حضور بعض أعضاء الشرف أن هناك اصطياد للإدارات السابقة. كان منزعج من كل هذه الانقسامات داخل الاتحاد، كان دائما يهدف أن يكون الاتحاد في اتجاه واحد. حتى عندما اختار الزميل عادل عصام الدين، نعم، أحمد مسعود فكر كثيرا في أن يختار شخصية توافقية حتى لا يقع في مأزق انقسامي داخل هذا الاتحاد. بالتالي أبو عمر كان يفكر في أدق التفاصيل بحيث أنه لا يكون هناك مداخل للبعض للدخول على الاتحاد أو على إدارة أحمد مسعود. نعم. رغم أن أبو عمر رحمة الله عليه كان يعني متقدم في السن لكنه ضحى من أجل الاتحاد، وأتمنى اليوم يعني وفي وفاته أن يضحى الاتحاد بأحمد مسعود أن يعني يسموا شيء من مشاة النادي لهذا الرئيس العظيم في نادي. نعم. الاتحاد. نعم. نادي أحمد مسعود يعتبر من أعظم رسانة الاتحاد، ومن واجب الاتحادين، وأنا ناشد الأمير طلاب المنصور بصفته الرئيس الفخري والرمز الاتحادين، أن يطلق اسم أحمد مسعود على أحد منشآت نادي الاتحاد. نعم. على هاشتاج عالم الصحافة في حان السبيعي يقول خبر مفجع وفاة أحمد مسعود، إن الله وإن إليه راجعون، إنسان متواضع من تواضع إلا رفعه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. جنكيز النصر يقول بالتوفيق لمنتخبنا هذا المساء، لا مجال أمامنا غير الحضور، ثم الحضور واجب وطني. زيدان أحمد يقول عالم الصحافة اليوم على الموعد بالضبط، خالفت القاعدة، إيش اللي يستجد؟ غريب أبدا، إحنا موعدنا الثابت 1:30، لكن أحيانا يصير عندنا ظروف فنية نتأخر، يعني هي حالات استثنائية، لكن موعدنا الثابت دائما 1:30. يمكن اليوم طلعنا في وقتنا المحدد يمكن عشان هذه الحلقة الأخيرة قبل التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، فمتحمسين ومتشوقين للظهور إن شاء الله، نلتقيكم إن شاء الله بعد الإجازة. نبدأ مع أول عنوان معنا اليوم حول المنتخب السعودي ومباراته الليلة أمام تايلاند. في صحيفة البلاد في التفاصيل تحت عنوان الأخضر يواجه تايلاند بالدرة، والساموراي يلتقي الإمارات، الكنغر يلتقي أسود الرافدين. تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الآسيوية الثانية، والتي تضم منتخبنا السعودي ومنتخب اليابان ومنتخب الإمارات ومنتخب أستراليا ومنتخب تايلاند ومنتخب العراق، وذلك ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2018 بروسيا. يفتتح منتخبنا الوطني السعودي أولى لقاءاته بالتصفيات الطويلة أمام منتخب تايلاند بالعاصمة الرياض على ملعب استاد الملك فهد الدولي. وتسبق هذه المباراة مواجهتين تجمع الأولى منتخب اليابان أمام الإمارات وفي العاصمة اليابانية طوكيو، ويلتقي منتخب أستراليا بنظيره منتخب العراق هناك في أستراليا. أبو راشد، أنا أعتقد هذه يمكن من أصعب المجموعات اللي وقع فيها المنتخب السعودي على مدى سنوات ماضية، أعتقد أنها محك ومحك حقيقي جدا. لا شك أن المجموعة هذه قوية، سبق وأن خاض المنتخب السعودي بعض في أكثر التصفيات، فكانت يعني فيها من القوة والضعف، ولكن المجموعة هذه اللي تضم أستراليا واليابان والإمارات والعراق بالإضافة للمنتخب السعودي التايلندي أعتقد أنها قوية،
واللي بيحقق النقاط كاملة أعتقد أنه بيكون بطل حقيقي أو يعني من المنتخبات اللي لما تتواجد السعودية يعني كمنتخب وتاريخ حقق يعني حقق كأس آسيا تأهل كأس العالم 4 مرات ولكن مشكلتنا الآن في المجموعة قوية وفيه متغيرات في المستويات الفنية لمنتخبنا يعني المنتخب كان يمر بمراحل متذبذبة في المستوى الفني إضافة إلى تغييرات الفنية من مدربين إلى إداريين إلى أمور كثيرة إلى لاعبين إصابات إضافة إلى آخرتها قبل يمكن ساعات إصابة مفاجئة للكابتن محمد سهلاوي يمكن وظروف برضو غياب وليد عبد الله الوفاة والدته بهالمناسبة نقدم له حر التعازي أمور كثيرة يمكن تواجه المنتخب ولكن نقول أنها مناسبة في لأننا بنلتقي مع المنتخب التايلندي يعني تاريخيا المنتخب السعودي له باع في البطولات وفي التصفيات يعني مقارنة بالمنتخب التايلندي ولكن نقول يعني أنا أقول العيال كبرت الفرق كبرت المنتخبات كبرت يعني المنتخب التايلندي يعني في تقارير عنه أنه من أفضل المنتخبات اللي في سرعة التطور لأن تابعت أكثر من مباراة لهم في بطولة الكأس الملك اللي كانوا سويها قبل حوالي شهر وشهرين شاركت فيها المنتخب الإمارات وبعض المنتخبات واليابان وكان يقدم يعني أمور جديدة يعني في الكرة الأندية إضافة لتجنيس البعض يعني سهولة تجنيس بعض اللاعبين. نعم طيب على الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أستاذ أحمد مساء الخير حياك الله معنا في برنامج عالم الصحافة. طيب يبدو أن الخط انقطع إن شاء الله يعود الاتصال مجددا. تفضل أبو راشد عذرا على المقاطعة. يعني أقول لك يعني مقارنة المنتخب السعودي منتخب تايلندي الأفضلية للمنتخب السعودي لأنه بين جماهيره ويعني في أرضه ونتوقع ان شاء الله تكون المباراه ايجابيه اذا ما يعني اذا كان اللاعبين في يومهم اتوقع انهم بيعطون عطاء مميز ولكن لابد ان نكون حذرين نحترم المنافس القادم ولكن برضو ان لنا يعني التاريخ احيانا واللاعبين والحضور الجماهيري والاهتمام الاعلامي ولكن في بعض الامور احيانا يعني نقول الاستعداد البعض اعاب او انتقد استعداد المنتخب لمثل يعني ان زي ما انت عارف المنتخب يضم مجموعه من اقوى المجموعه الاقوى يفترض يكون استعدادنا افضل واقوى ولكن نقول يمكن هذه وجهه نظر مدرب وجهه نظر اتحاد او اداره للعمل الناس تنتظر النتائج ولكن انا اتمنى ان ما نكون حادين في مثلا في عند الخساره ونكون متفائل اكثر عند الفوز لابد ان في بدايه الطريق من التصفيات ان شاء الله احنا دائما متفائلين ابو راشد ان شاء الله باذن الله مع الاخضر السعودي قلبا وقالبا يعود الينا مجددا الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي كره القدم استاذ احمد مساء الخير حياك الله معنا في عالم الصحافه اهلا مساك الله بالخير يا هلا حياك الله يا اخوي حياك الله استاذ احمد اولا نقدم لكم التعازي كاسره رياضيه في وفاه الاستاذ احمد مسعود رئيس نادي الاتحاد التعازي موصولة للجميع والله يغفر له ويرحمه ويسكنه في فسيح جناته وقدم التعازي للأسرة الرياضية بأجمعها وخص أسرة نادي الاتحاد نعم وأحمد مسعود كان من الرياضيين المخضرمين الذين قدموا الشيء الكثير للرياضة نعم الله يغفر له ويرحمه أستاذ أحمد حول الأخضر السعودي هذا المساء ما هي الرسالة التي توجهها للجماهير الرياضية والجماهير السعودية في وقفتها ومساندتها للأخضر الليلة إن شاء الله أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أننا في بلد الخير والمحبة والإخاء وهذه المنافسات التي انطلقت اليوم بلقاءات في أكثر في المجموعتين أعتقد أنها من أكثر التصفيات أهمية في كرة القدم الحديثة اليوم وجماهيرنا ولله الحمد جماهير وفية لها الكثير من الإيجابيات في خدمة هذا الكيان وفي خدمة رياضة هذا الوطن اللي التلاحم والمحبة والأخوة بدأت من القيادة وانتشرت في الشعب السعودي الوفي الجماهير السعودية ليس لديها أي مانع في الحضور والمؤازرة متى ما كان الحدث هام اليوم احنا نتحدث عن واحد من الأهمية بمكان ان يكون حدث هام
وحضورهم ومؤازرتهم ستضيف إضافات إيجابية على الجو المباراة وعلى اللاعبين وأيضا على النظرة الحضارية لرياضة كرة القدم للمملكة العربية السعودية ولله الحمد سيدت فيها آسيا في 4 مرات لكأس العالم. نعم. ونسعى إلى تحقيق أيضا إنجاز خامس لهذه الدولة. نعم. طيب أستاذ أحمد، وجود المنتخب السعودي في مجموعة قوية وقوية جدا، أعتى المنتخبات في قارة آسيا، نتحدث عن منتخب اليابان، نتحدث عن منتخب أستراليا، منتخب الإمارات، منتخب تايلاند المتطور بالإضافة إلى العراق، هل هذا يسبب ضغط كبير على المنتخب السعودي؟ طبيعي، عندما تسعى إلى أن تكون واحد من أفضل المنتخبات في العالم لابد أن تقارع الكبار ولابد أن تقارع من هم في المستوى اللي يتطلع له كل رياضي محب لرياضة كرة القدم. المنافسة شرسة والوقفات في محطات التصفيات قوية جدا. نعم. سنلاقي أستراليا واليابان والعراق والإمارات وتايلاند، كل هذه المباريات تحتاج إلى تحضير وتحتاج إلى قوة فكرية وبدنية وفنية وحضور مميز. المملكة العربية السعودية لن تقل بأي حال من الأحوال عن جميع المنتخبات المشاركة القوية، ونحن متمرسون ولله الحمد في تصفيات سابقة، لكن المرحلة هذه تختلف اختلاف كبير عن المراحل التي مضت، ولكن في النهاية نحن نؤمن بأن قدرات اللاعب السعودي وإمكانيات اللاعب السعودي وإمكانيات الفرد السعودي مع وجود دولة سخية كحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين في دعم هؤلاء الشباب. نعم. طيب أخيراً أستاذ أحمد، هل تقرأ في عيون اللاعبين الفوز والانتصار هذا المساء بمشيئة الله؟ أولاً الإيمان بالله سبحانه وتعالى ديداً كل سعودي وكل مسلم، نحن نتفق بأن الله لن يخذل مؤمن يعمل من أجل خدمة هذه الكيانات العربية الإسلامية. ورأيت ولمست خلال جميع المعسكرات التي حضرتها مع الأبناء اللاعبين بأن الإصرار والعزيمة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في عيونهم. أنا الآن معهم في مقر المعسكر والكل على أهبة الاستعداد للخطوة الأولى، خطوة تايلاند، وإن شاء الله سنتخطى تايلاند ومن بعدها أشقائنا في العراق في كوالالمبور بمشيئة الله. كل التوفيق، كل الأمنيات، كل الدعوات للأخضر السعودي يا أبو رضا. الله يسلمك. أنا شاكر ومقدر على وقفتكم الصادقة وعلى وتواجدكم الدائم معنا في المملكة العربية السعودية، يد واحدة وإحساس واحد وأيضا إيمان بواجب واحد. أنا شاكر ومقدر كل ما تقدمه لهؤلاء الشباب. نعم. شكرا لك الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أبو خالد، أسألك حول المنتخب السعودي هذا المساء، متفائل إن شاء الله بالأخضر؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى متفائلين بحضور الأخضر وتوهج الأخضر إن شاء الله هذا المساء. العوامل كلها تدعو للتفاؤل، يعني التحضير المنتخب تحضير جيد منذ بداية المعسكر في أوروبا مرورا بالفترة الإعداد الأخيرة، المدرب يعني على اطلاع كامل بإمكانيات اللاعبين المتواجدين معه، اللاعبين لديهم رغبة في تحقيق منجز للكرة السعودية، ويعني وأصبحت الكرة يعني في ملعب اللاعبين، وأصبح اللاعبين يشعرون أنهم هناك تقصير، لابد أن يكون هناك حضور أقوى في المرحلة القادمة. الجمهور السعودي أتوقع الليلة يكون حاضر، يكون له كلمة في هذه المباراة. كلنا ندرك تماما أهمية المباراة الأولى، المباراة الأولى تساعد كثير في تحسين الوضع الفني والنفسي للمنتخب السعودي. نعم. وتمنحه كثير من الثقة في المرحلة القادمة. لا شك أنه عندما تفوز على تايلاند وإن شاء الله بعد ذلك على العراق تكون أنت قطعت شوط جيد، نأمل أن ينعكس هذا في مستقبل على المنافسات أمام اليابان وأستراليا والإمارات. كل العوامل حقيقة تدعو للتفاؤل. أتمنى بالفعل كما ذكر الأستاذ سلطان خميس والأستاذ أحمد عيد أن يكون حضور الجمهور السعودي المتوقع في مباراة اليوم أن يكون حضور فعال. نعم. وأن يساعد ويساهم في قيادة المنتخب بتحقيق أول فوز، وإن شاء الله يكون فوز مريح بمعنى بفارق أهداف جيدة ومستوى فني. نعم. جيد. أتصور أن كافة العوامل موجودة، المدرب مستقر مع المنتخب أكثر من مقارب سنة، اللاعبين جاهزين، أفضل اللاعبين في الدوري السعودي يشاركون في المنتخب،
يعني كافة العوامل متاحة للاعبي المنتخب السعودي يقدموا كل ما لديهم. الأهم في هذه المباراة هو التركيز على 3 نقاط والبعد عن التوتر، وأن يكون هناك يعني انسجام كبير من اللاعبين في تحقيق نتيجة. نعم. هذا كل ما نتمناه، وندعو الله أن يوفق المنتخبنا إن شاء الله. الجمهور السعودي لا يحتاج إلى دعوة لمؤازرة الأخضر أبو خالد، يعني أعتقد أن الجمهور السعودي دائما له وقفات صادقة وإيجابية، ودائما نجدد الثقة في مؤازرة الجماهير السعودية. أي نعم، هناك مباريات لم يقنعنا فيها الحضور الجماهيري لمساندة الأخضر، لكن إن شاء الله حنا نتفائل دائما ونتمنى الوقوف جنبا إلى جنب مع الأخضر السعودي في كل زمان في كل مكان، مع الأخضر السعودي قلبا وقالبا. بالتالي هي الوقفة الصادقة من الجماهير السعودية، الحضور المجاني هذا المساء سوف يكون إن شاء الله داعم قوي، البداية القوية، الانطلاقة القوية للأخضر السعودي، هي أهم مرحلة يمر فيها المنتخب السعودي، حتى وإن كانت أمام منتخب تايلاند المنتخب المتطور في الفترة الأخيرة، لكن أيضا يظل وقفتنا ومساندة الجماهير السعودية ومؤازرتهم للأخضر السعودي من داخل الملعب مهمة ومهمة جدا. نفس الإطار حول المنتخب السعودي، عنوان آخر في صحيفة الشرق الأوسط. عبد الله بن مساعد يلتقي بلاعبي الأخضر ويؤكد واثق من قدرتكم على بلوغ كأس العالم. في التفاصيل، التقى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس الأربعاء بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمقر إقامته بالرياض، تناول معهم طعام الغداء بحضور الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وطارق كيال مشرف المنتخب والأجهزة الإدارية والفنية والطبية. أكد الأمير عبد الله بن مساعد خلال اللقاء ثقته بنجوم الأخضر وقدرتهم على تقديم أفضل مستويات وتحقيق النتائج المنتظرة منهم خلال هذه التصفيات لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم 2018، مؤكدا أن إمكانات لاعبي المنتخب ستسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الجميع. أبو راشد، دعم القيادة الرياضية مهم جدا لتحفيز اللاعبين. لا شك أن زيارة الأمير عبد الله بن مساعد مسؤول وكلماته التحفيزية كرجل خبير يعني ويمارس كرة القدم، ونعرف الأمير عبد الله بن مساعد رجل رياضي ويعرف بعض نفسيات اللاعبين وكيف الوصول إلى عقلية اللاعب وكيف الكلمات التحفيزية المناسبة اللي نعم. تدخل على اللاعب نوع من الدافعية اللي تجعل من يعني تزيد من عطائه، وليس مستغرب على القيادات الرياضية من بدأت الكرة عندنا والرياضة، وهي تحظى باهتمام من جميع من أي مسؤول يعني من على سلطة إلى أقل يعني إلى أصغر مسؤول، والكل يعمل في لكي ترفع مسمى المملكة العربية السعودية وترتفع رايتها الخفاقة دائما إن شاء الله. ولكن الآن يعني البعض يطالب الجماهير السعودية لا بد تحضر. الجماهير السعودية، أنا أقول لك من أنا تابعت المنتخب وكنت أحضر مباريات، لأن لتواجد برضو اللاعب المميز، تواجد الدافعية اللي تجعلني أحضر المباراة. نعم. أول شيء قرب الملعب، أنا كنت أتمنى أن المباراة هذه في ملعب في استاد الملك في استاد الأمير فيصل بن فهد، لقربه الملموم يعني الصغير والكبير يقدر يحضر. نعم. أما مثلا طالب مثلا الحضور الجماهيري استاد الملك فهد مسافة بعيدة، بس السعة أبو راشد السعة ما هي يعني احنا ننتظر ونتوقع ان شاء الله 60,000. دائما اتوقع اني افضل الحضور ويمتلي الملعب افضل مما يكون في فراغات. استاد الملك فهد سعته اكبر ولكن مسافته بعيده. نعم. عمليه الوصول له يعني صعبه شوي. حتى اللي اللي ما عنده ما يملك وسيله مواصلات المزين يوصل يمكن 80 ريال رايح 80 جاي، هذه مكلفه للي اصحاب يعني مثلا الطلبه للامور للبعض المشجعين اللي ما يملكون الامور الماليه. نعم. انا لو وضعتها في استاد الامير فيصل ووضعت بالتذاكر بيحضر الجمهور، لان لان القرب المسافه الكبير والصغير يقدر يحضر، يعني هذه مشكله. ولكن بعد شوف، وانا انتقد برضه فيه يعني اقول علاقه لا علاقه كره العلاقه في الاتحاد السعودي
أو رابطة للمشجعين الجماهير السعودية، لابد تكون في رابطة للجمهور السعودي. طيب أبو راشد، تنظيم خلنا نتوقف عند هالنقطة بما أنك فتحت موضوع الجماهير السعودية، لكن لأن عندنا العنوان يتحدث عن هذا الموضوع. قبل ما استعرض العنوان فقط أنوه وأشير إلى الخبر اللي عرضناه قبل قليل على الشاشة، أن السيد مارفك رسميا استبعد الكابتن محمد السهلاوي وأيضا اللاعب محمد البريك، واستدعى كل من شايع شراحيلي ومهند عسيري لإصابة السهلاوي والبريك. كل التوفيق للاعبين المنضمين للمنتخب السعودي. عنوان في صحيفة اليوم حول الجماهير السعودية. زحف جماهيري منتظر لمؤازرة الأخضر في الرياض. في التفاصيل، لا حديث يعلو على الأخضر ولا دعم يتجاوز الصقور الخضر هذا المساء، حيث تفاعلت الأندية الرياضية عدد من الرياضيين مع المنتخب السعودي الذي سيواجه النظير التايلندي اليوم في افتتاح منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهاية كأس العالم. فعلى مستوى الأندية، تكفلت أندية الاتفاق، الفيصلي، الرائد، الدرعية وغيرها بتسيير حافلات لنقل الجماهير من المناطق التابعة لها إلى ملعب الدرة ومن ثم العودة إلى مناطقهم، فيما تكفل رجل الأعمال سلمان المالك عضو شرف نادي النصر والمرشح لاتحاد الكرة المقبل بجميع مصاريف تنقل رابطتي الأهلي والاتحاد من جدة إلى الرياض. في نفس السياق وبذات الدعم، وجهت إدارة الهلال رابطة النادي ومجلس الجمهور لحضور ودعم منتخبنا الوطني في ملعب استاد الملك فهد الدولي، إذ يرتب مجلس جمهور الهلال لتوزيع 10,000 علم سعودي على الجماهير الحاضرة. أبو خالد، تكاتف من كافة الجماهير بكل الألوان، أمر إيجابي حقيقة. هذا التكاتف إحنا كنا ننتظره من زمان لدعم المنتخب السعودي. ما يحدث الآن على المشهد الرياضي السعودي هو أمر إيجابي جدا. الجميع ملتف حول المنتخب السعودي، الجميع متشوق أن يكون هناك إنجاز. تشبعنا من الصراعات، تشبعنا من الاحتقان، تشبعنا من الإحباط. نعم. جاءت مرحلة الآن نبحث عن إنجاز. الجميع متفق أننا نحن في حاجة ماسة لمنجز وطني، وإن شاء الله تعالى المنجز الوطني يكون عن تأهل كأس العالم. ما قامت به إدارات الرائد والدرعية والاتفاق يشكرون عليه، وإدارة نادي الهلال، وأيضا عضو أو المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي سلمان المالك باستقطاب رابطي الأهل والاتحاد، أمر إيجابي. لكني أنا أظل يعني كما ذكر الكابتن سلطان إنه كان يفترض يكون هناك مجلس للجمهور السعودي أو رابطة للمنتخب السعودي، بحيث أنها هي تتولى التنسيق مع كافة الروابط وتتنسق في عملية الدخول والخروج والباصات. لأن إحنا نجد الأندية ما شاء الله تبارك الله كل نادي عنده رابطة تقوم بدور كبير جدا في استقطاب الجماهير وتسهيل مهمتهم سواء في الانتقال أو في دخول الملاعب أو حتى التفاعل داخل الملعب. المنتخب السعودي الذي لا يوجد له رابطة، بالتالي الجميع يجتهد، وبالتالي يظهر الجمهور السعودي كل يعني بطريقة خاصة يشجع المنتخب السعودي. لكن لو كانت هناك رابطة وهناك تعاون كبير في هذا الجانب وتحضير مسبق، لكان الجمهور السعودي على يقين تام ماذا حيقدم لمباراة المنتخب وماذا سوف يدعمه وآلية الدعم والتشجيع. لأن حقيقة إحنا ليسنا بحاجة حضور جماهيري فقط، إحنا بحضور جماهيري فعال لدعم المنتخب. المنتخب السعودي عندما نتذكر عن حضوره في 84 كيف كان فعال بقيادة عاطل موركي، في عام 88 في كأس الخليج التي قيمت في الرياض الأخيرة أو قبل الأخيرة، ففي بطولات كثيرة كان الجمهور السعودي يحمل المنتخب السعودي للدور الثاني أو للبطولة، كما حدث في عام تصفيات 98 كأس العالم. في شواهد كثيرة دور الجمهور فعال. كان ينبغي أن نهتم بالجمهور أكثر في المرحلة الماضية، لكن الآن لا زال الكرة في ملعبنا ولا زال الجمهور السعودي لا يحتاج كما ذكرت أخوي بندر إلى دعوة. نعم. لكن الجمهور السعودي يريد من داخل الملعب لاعبين يضحون يقدمون الصورة الحقيقية للمنتخب السعودي، حتى يساعد عندما يشعر مشجع أن اللاعب يقدم كل ما لديه وأنه يلعب بحرق على شعار المنتخب كما يحدث أيام ماجد عبد الله وصالح خليفة والمجموعة الذهبية لمرت الكرة السعودية. تجد الجمهور يتفاعل تلقائيا. الآن الجمهور السعودي في اختبار حقيقي في دعم المنتخب السعودي، وأيضا اللاعبين في اختبار حقيقي لتقديم صورة مشرفة. وشعار الجمهور إن كل اللاعبين اللي يرتدون المنتخب السعودي جول من أجل اللعب. لأن في الفترة الأخيرة حقيقة وبكل شفافية الجمهور لمس إن اللاعبين غير مبالين بالمنتخب السعودي، وإحنا شاهدنا الشواهد كثيرة. كان هناك عدد من اللاعبين
لا ينضمون وبعضهم يبحث عن الاعتذار عن المنتخب، لكن هذه كلها إن شاء الله تكون منتهية. مباراة المنتخب السعودي أمام تايلاند هي مفصلية جدا، نعم، على الصعيد اللاعبين وعلى صعيد صعيد الإعلام وعلى صعيد أيضا الجماهير، نعم. بالتالي نحن أمام يعني مباراة أنا أتصور أن أهم مباراة يلعب المنتخب السعودي في السنتين الماضية وأيضا في المرحلة القادمة. أعتقد المنتخب السعودي لو توفق إن شاء الله تعالى وكما ذكرتك بريحية كاملة فنيا وتهديفيا، رب المنتخب السعودي يكسب ثقة ويذهب لأبعد ما هو في التصفيات في هذه المجموعة، نعم. لأن حقيقة مجموعة صعبة جدا إذا أخذناها بالمعيار الفني، صحيح، النظري، المنتخب السعودي يأتي الثالث أو الرابع، نعم. لكن المنتخب السعودي اعتاد على مدار السنوات الماضية أنه فرس رهان، يعني بالتالي أي تحديات المنتخب السعودي عندما يخوضها بإصرار وعزيمة، نثق، صحيح، دائما في قدراته ونثق دائما في روح العالي في تجاوزها، صحيح. والبداية القوية تخلق يعني فريق أو منتخب إن شاء الله قادر على تجاوز كل العقبات، يعني هي البداية هي الأهم الآن، الثلاث نقاط والفوز على منتخب تايلاند سيرفع من معنويات اللاعبين، سيحفز اللاعبين والعاملين في المنتخب، أيضا سيقرب الجماهير السعودية من بعض في وقفتها ومساندتها للمنتخب السعودي، بالتالي الانطلاقة القوية والإيجابية إن شاء الله للمنتخب السعودي هذا المساء سوف تقودنا بمشيئة الله إلى روسيا في 2018. على هاشتاج عالم الصحافة محمد المتحمي يقول الإعلام يضغط على المنتخب بدافع بث الحماس وإعطاء الخصم فوق ما يستحق، وقد يكون ذلك سلاح ذو حدين نتائجه غير جيدة. أبو جودي يقول صعب تأهل منتخبنا ولكن ليس مستحيل، بالإصرار والعزيمة نمضي إلى روسيا بحول الله تعالى. زيدان أحمد يقول هل تنقل مباراة المنتخب على القناة الرياضية اليوم؟ للأسف أخوي زيدان أنا سبق ونوهت عن هذا الموضوع، القناة الرياضية السعودية حاولت كثيرا وكثيرا لكن جاء الرفض من القناة الحصرية الناقل لهذه المباراة، لكن ثقة تامة العائق ليس ماديا أو أمور أخرى، أنا أعتقد أنه هو رفض القناة الناقلة لإعطاء أي قناة هذه المباريات وحصريتها هو سبب منع وعدم نقل المباراة على كافة القنوات. طيب أبو راشد بضيف شيء قبل ما أنتقل بنقفل موضوع المنتخب. بالنسبة للجماهير وحضورهم كان في السابق توجه دعوات للقطاعات العسكرية، الطلبة، المجموعة كبيرة تحضر، يعني كان هناك وسائل مواصلات تحضرهم وترجعهم. الآن يعني نعرف أن البطولة والتصفيات من قبل شهرين من طلعت القرعة، يفترض أن نعمل هاليوم من قبل شهر أو شهرين، يكون التذاكر مبيوعة، يكون الحضور، أنت ضمنت يمكن أكبر عدد من الحضور، نعم. ولكن بالعملية هذه أنه قبل بيومين أو ثلاثة أيام نقعد نطالب وتعالوا يا جمهور تعالوا ونطالبهم التذاكر، يعني أحيانا مثل يعني أشبههم اللي عزمك يقول لك ادفع فلوس، يعني يفترض أن الجماهير السعودية بتدفع لو كان الوضع جيد، نعم. يعني أنا ضد أن التذاكر دخل مجانا، لأن دخول مجان ما هو بجانب الجمهور، الجمهور يحضر أمور كثيرة، مستوى فني، نجوم قاعدة تقدم نتائج إيجابية، بيئة جيدة في الملاعب، لأن الملاعب الآن يعني نبغى نحسن بيئتها ونزيد من الاستيعاب ونشجع الجماهير تحضر، ولكن نحتاج إلى عمل أكثر لا فني ولا نعم. ولا إداري لكي نواكب ما وصل إليه غيره. نعم، كل التوفيق لمنتخبنا الليلة وكل التصفيات، بالتوفيق قلبا وقالبا نقف مع الأخضر السعودي وإن شاء الله نبارك لبعض بعد نهاية المباراة. المباراة في 9:45 إن شاء الله في استاد الملك فهد الدولي، والجماهير الرياض والتي دائما نعول عليها الكثير والكثير والتي انتقدناها في فترة سابقة إن شاء الله سوف يكون لها كلمة هذا المساء تكون حاضرة منذ وقت مبكر. نقفل هذا الموضوع نتحول إلى عنوان آخر هذه المرة في صحيفة عكاظ. وقف على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بن مساعد، ننتظر نتائج تحقيقات الاتحاد مع بخاري، ولكل حادث حديث.
هذا العنوان الذي جاء في صحيفة عكاظ في تفاصيله مع زميلنا وضيفنا هذا المساء حسين الشريف في صحيفة عكاظ. أرجع صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة التعليق على ما أثير أخيرا على الساحة الرياضية إثر تغريدة الدكتور عبد اللطيف بخاري، حيث قال الاتحاد السعودي لكرة القدم يجري تحقيقاته وفق ما أعلن، ونحن في الهيئة العامة للرياضة بانتظار ما سيصدر من نتائج، وبعد ذلك لكل حادث حديث. جاء ذلك خلال حديث سموه لوسائل الإعلام بعد زيارته لملعب الأمير فيصل بن فهد بن ملز للوقوف على آخر تطورات مشروع إعادة زراعة أرضية الملعب والتي استهلها بمشاهدة عرض مرئي حول مراحل تنفيذ المشروع والطرق الحديثة التي استخدمت لضمان جودة الزراعة والتي يمكن لها مقاومة الظروف المناخية. عقب ذلك اطلع سموه على المرحلة التي يجري العمل فيها بالملعب، واستمع لشرح مفصل من مدير عام المشاريع المهندس بندر السعد عن أنواع الأرضيات والعشب المستخدم. أبو خالد، فيه أي تفاصيل أخرى قالها لك الصحفيين لم تنشر؟ احنا ودنا يعني بالتفاصيل المهمة اللي تقمع الرياضة السعودية. تفضل أبو خالد. طبعا أنت اليوم طبعاً تفضل. الموضوع عبد الله بن مساعد بشكل عام، الأمير عبد الله بن مساعد يعني يظهر في كل مرة مدى حرصه واهتمامه بالرياضة السعودية، لا يتوقف لدور معين كرئيس للهيئة العامة، ولكنه دائما الأمير عبد الله عودنا باهتمامه الكبير، وشعرنا دائما انه هم الرياضة، تطور رياضة الوطن سواء على صعيد كرة القدم او على المنشآت الرياضية او اي مجال اخر يبحث فيه عن تطور الرياضة السعودية. عندما سئل الأمير عبد الله بن مساعد عن بعض القضايا الرياضية على سبيل المثال قضية الدكتور عبد اللطيف بخاري وقضية المباراة الإياب مع المنتخب العراقي، في اكثر من جانب في اكثر من ملف لم يتردد الأمير عبد الله بن مساعد في إبداء وجهة نظره وإظهارها على بشفافية تامة. انا حقيقة سعدت جدا بمثل هذه التصريحات على اعتبار انه يطمننا ان هناك يعني الهيئة العامة مكملة للاتحاد السعودي في بعض القضايا وفي بعض الأمور التي يحتاج الاتحاد السعودي إلى عون من الهيئة العامة للرياضة. أنا لا أرى فيه تدخل، لأن حقيقة اعتدنا إحنا كسعوديين من خلال العمل السابق في الاتحاد السعودي والرئاسة العامة كانوا مكملين بعض، أو أحيانا يكون هو العمل تحت نعم. مظلة إدارة واحدة نعم. هذا الانفصال لا يمكن أن يعني نستوعبه بشكل كامل في ثلاث أو أربع سنوات. بالتالي انا ارى ان وقفه الامير عبد الله المساعد الى جانب الاتحاد السعودي هي وقفه ايجابيه في خدمه الرياضه السعوديه. نعم صحيح، وليس تدخل، لكن يبدو وجهه نظره. عندما شخصيه بمثل او بحجم بقيمه الامير عبد الله المساعد يطرح وجهه نظره في قضيه ما، نعم. هذا يعني يساعدك في انك توسع دائره اخذ الاراء او صحيح. المشوره صحيح. امر طبيعي. أعتذر منك برجع لك، لكن على الهاتف معنا الكابتن طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي الأول. حياك الله كابتن طارق. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أبو ركان. يا مرحبا، حياك الله. أرحب بيك وأرحب بضيوفك. أنا حتى ما أعرف إنه معنا الأستاذ الشريف والأستاذ سلطان خميس. صحيح صحيح أبو ركان. إن شاء الله متفائلين الليلة، ونبارك لبعضنا إن شاء الله بعد المباراة إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. كيف ترى معنويات اللاعبين؟ أنت قريب منهم ومعهم دائما. والله الحمد لله المعنويات مرتفعة، وعاقبين العزم إن شاء الله قد صورة مشرفة للكرة السعودية والشباب كلهم على أكمل استعداد، وإن شاء الله قد شيء يرضي الجماهير إن شاء الله اللي هتحضر. تقرأ في عيونهم الفوز والانتصار الليلة إن شاء الله؟ إن شاء الله أكيد، أنا ما عاد فيه إلا الفوز، ما في أمامنا إن شاء الله بحول الله بقوته. نعم. ما هنشتغل إلا على الفوز إن شاء الله. نعم. طيب، هل رسميا استبعدتوا الكابتن محمد السهلاوي والكابتن محمد البريك أبو ركان؟ للأسف يعني أمس آخر التمرين كان في إصابة بسيطة للكابتن، إصابة قديمة هي كانت عند الكابتن محمد السهلاوي. نعم. وتجددت معه أمس في آخر التمرين اللي هو كان التمرين التحضيري اللي كان الأستاذ الملك فهد، وطبعا تابع التقارير الطبية التي تم دراستها من قبل الجهاز الطبي ورفعت للجهاز الفني والجهاز الإداري إنه عدم إمكانية يعني مشاركته في المباراتين القادمتين بالنسبة للكابتن محمد السهلاوي والكابتن محمد البريك. نعم. فتم استدعاء بديلين لهما
وكان الاختيار على الكابتن مهند عسيري والكابتن شاي الشراحي. نعم طيب أبو راكان ابقى معي ثواني، معنا الأستاذ حسين الشريف يبغى يتداخل معك. أبو خالد باختصار لو سمحت، ما عندنا وقت. أبو راكان مساء الخير. مساء النور، الله يحييك. أنا صوتك بعيد لكن أحاول أن أكون أنا بحاول أوصل لك أبو راكان. تفضل أبو خالد. بس أنا أبوصل لك يعني دعمنا إحنا كإعلاميين للمنتخب السعودي ولك شخصيا في المهمة الأولى، وإن شاء الله تعالى تكون يعني هذه المهمة بداية خير للمنتخب السعودي. نثق دائما في دورك الإداري في الإعداد النفسي للاعبين، وإن شاء الله تعالى يكون هذا مؤشر إيجابي للمنتخب السعودي. نعم. كل التوفيق والأمنيات لمنتخبنا ولجميع اللاعبين بالتوفيق إن شاء الله. نعم. وإن شاء الله نفرح سوا بعد المباراة. نعم كل الجماهير السعودية أبو راكان بما فيهم الإعلاميين. نعم. أقول كل الجماهير السعودية بما فيهم الإعلاميين قلبا وقالبا مع المنتخب السعودي إن شاء الله الليلة. رسالتكم الأخيرة توجهها الجماهير السعودية أبو راكان. هذا نحن كان عشبنا كثير، نحن حاولنا نعمل تقارب، نحن الأول شيء حاولنا نوصل إنه اللعيبة هذول اللي نحن مختارينها في المنتخب يمثلوا منتخب بلدنا وليس يمثلوا أحد آخر. نعم. يمثلوا المملكة العربية السعودية. فكان هناك نحن نعرف ونقدر كل الأدوار الأخرى المساندة للمنتخب السعودي زي الجماهير، الإعلام، القنوات الفضائية. هذه رسالة أن نحن نكون في نحن كلنا في قارب واحد، الفوز والنجاح والتوفيق إن شاء الله يشمل الجميع والكل مشارك فيه. الآن نحن فتحنا باب الشفافية كاملة مع الإعلام حتى نكون قريبين من الإعلام والإعلام يكون قريب منا. إذا كان هناك ملاحظات حنسمعها، إذا كان هناك تعديل حنعدله، إذا هنا لأن هم يعني برضو لا نستغفل أو نضع حاجز بينه وبين الوسط الإعلامي أو الوسط الرياضي أو الجماهير، لأننا كلنا في الأخير شركاء في إن شاء الله نكون في هذا المهمة الوطنية الذي تهمنا كلنا. فأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية كلنا، وإن كان هناك أي ملاحظات أو انتقادات أتمنى تكون بعد الحدث وليس قبل الحدث، لأن قبل الحدث تعتبر وجهات نظر وليس انتقادات أو الملاحظات نستقبلها، ولكن الانتقاد قبل الحدث ما يكون في المنطقية ولا تكون في المصداقية فيه. إنما نبغى يكون هناك ملاحظات هناخدها، إنما إذا كان في انتقادات لأي عمل يرونه هم قد يروه هم من زاويتهم، اللي في وسط الحدث يشوف غير واللي برا الحدث يشوف غير، لكن قد تساعدنا ملاحظاتهم، وإنما الانتقادات حقتهم أتمنى أن تتأجل إلى بعد الحدث. نعم إن شاء الله بعد المباراة نقول تهانينا للوطن يا أبو راكان بإذن الله. أكيد أكيد، وليس واحد ولا واحد فينا له فخر إلا الوطن. صحيح. إذا كان هناك إنجاز فهو باسم الوطن. شكرا. نعم. لك شكرا لك أبو راكان. شكرا لكم جميعا. شكرا لي الكابتن طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي الأول، والذي أكد من خلال برنامج عالم الصحافة استبعاد الكابتن محمد السهلاوي والكابتن محمد البريك واستدعاء الكابتن محمد شايع شراحيلي ومهند عسيري بدلاء للسهلاوي والبريك. عنوان آخر في صحيفة مكة: الزويهري يستقيل بسبب شركاته وفهد بن خالد يعود للأهلي. آخر العناوين اللي معنا في حلقتنا لهذا اليوم حول الأخضر الشاب في صحيفة الرياضية، عنوان جديد في صفحتها الرئيسية: الأخضر الشاب عانق السحاب. في التفاصيل: حقق المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم مواليد 98 لقب بطولة المنتخبات الخليجية لمواليد 97 عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب سباير ضمن منافسات البطولة التي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى غد الجمعة 2 سبتمبر. سجل الأخضر السعودي علي الأسمري وركان الشملان وتركي الجدعاني وللبحرين عبد الله محمد. نبارك لكل الجماهير السعودية هذا الانتصار وتحقيق البطولة بالنسبة للأخضر السعودي الشاب. أبو خالد أسمع تعليقك فقط على هذا الخبر قبل ما نختم حلقتنا.
طبعا الحمد لله يعني لا زالت الكره السعوديه بخير يعني من فتره وفتره المنتخبات السنيه نعم. تؤكد ان لا زال الملاعب السعوديه زاخره بالمواهب ولدينا لا زال لدينا العديد من الشباب القادر على اعاده ان شاء الله امجاد الكره السعوديه، لكن ان شاء الله تعالى ان يكون هناك عمل تكاملي للمنتخبات السنيه سواء للشباب او الناشئين نعم. ينعكس على المنتخب الاول وان يكون العمل ليس فقط يعني بعد نهايه البطوله اللاعبين هذا لابد ان يكون هناك متابعه لهم والمحافظه والتواصل مع الانديه حتى نحافظ على مكتسباتنا التي من مثل هذه البطوله، بطولات الشباب والناشئين ليس الهدف منها البطوله تحقيق الذهب مثلا نعم. تقدموا الهدف الحقيقي والاسمى هو نعم. تجهيز لاعبين المنتخب الاول، بحول الله تعالى هذا نحقق الفائده من المنتخبات، واعتقد الاتحاد السعودي يعني مهتم في هذا الجانب وان شاء الله تعالى ينعكس هذا الانجاز على الكره السعوديه باذن الله. باذن الله ابو راشد، الجميل في هذا الانجاز والبطوله انها بقياده مدرب وطني قدير الكابتن خالد العطوي. نبارك للمنتخب السعودي ونبارك للاتحاد السعودي على اهتمامه بالمراحل السنيه او الفئات السنيه في نعم. المنتخبات، ونبارك للمدرب المنتخب الكابتن خالد العطوي ومحمد امين وعبد الله مهيدب وماجد الغانم وجميع الاصطف السعودي، وانا اقول منتخب شباب وجهاز فني شباب يعني كلهم نعم. شباب، ونقول هذه فئه من برضه باضافه للاعبين شباب فهناك جهاز فني شاب يقود الاخضر، وكل ما اعطينا ثقه للمدرب السعودي يبدع من بداية خليل زيان إلى آخرهم المجموعة هذه، وإن شاء الله فيه مجموعة كبيرة من المدربين ومجموعة من اللاعبين، أنا أتمنى أن نهتم بهالقطاعات، وبرضه نشكر الأندية اللي دعمت المنتخب بهالفئات لأنها عمل، لأن المنتخبات تحصل أو تضم إنتاج الأندية، إذا نعم. كان إنتاج الأندية صحيح فهو يساعد المدرب، أو نشكر برضه نشكر الأندية اللي عملت مع هاللاعبين، ونشكر الأجهزة الفنية، وبرضه لا أنسى الأستاذ خالد الزيد مشرف على الفئات السنية برضه له عمل جبار ومتابع نعم. ونتمنى إن شاء الله من أفضل أفضل، ونقول للأخضر اليوم إن شاء الله الأخضر فائز نعم. على هاشتاج عالم الصحافة نايف يقول بالتوفيق لي المنتخب الليلة، عبد الرحيم العمري يقول إن شاء الله الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، نايف الملكي نحن مع الأخضر الليلة ويا رب نفوز ونتأهل لكأس العالم بإذن الله، سوف نسير مع الأخضر السعودي إن شاء الله حتى روسيا 2018 بوقفة الجميع ومساندة الجميع والدعوات الصادقة لمنتخبنا. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كل الشكر لضيوفنا الأستاذ حسين الشريف الناقد والخبير الرياضي. أبو خالد شكرا لآرائك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا أخوي بندر، أشكرك وأشكر الكابتن سلطان خميس وفريق عمل البرنامج على تحت الفرصة، وأجدد الدعوات للمنتخب السعودي بالتوفيق نعم. وأجدد التعازي لأسرة الوسط الرياضي بقيادة محمد مسعود، وإن شاء الله نفرح جميعا الليلة بفوز المنتخب بإذن الله. أيضا كل الشكر للكابتن سلطان خميس المدرب الوطني القدير ومدرب نادي الرياض. أبو راشد شكرا لك، يعطيك العافية. أشكرك وأشكر الأستاذ حسين الشريف وأشكر الجهاز المعنى اللي قائم على هالبرنامج، وبرضه نقول للأخضر دربك أخضر أو نعم. دربك خضر إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر لكم مشاهدينا، كل الشكر لكل من تواصل معنا عبر هاشتاج البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.